بجد التحية ليك يا زميلي امير هشام، وبرحب بيك طبعا وبرحب بكل مشاهدينا ومتابعينا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. لا صوت يعلو فوق صوت مباراه الاهلي والنجم الساحلي، مباراه غايه في الاهميه وليها تركيز كبير وحسابات خاصه على المستوى الفني والمستوى الاداري، ودعم كمان من كل نجوم النادي الاهلي. يعني اكيد كل الناس اللي حاسه بقيمه واهميه هذه الماتش من لعيبه النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي اكيد هيكون ليهم رساله ورساله دعم ورساله دعم كبيره جدا. النهارده كمان معانا كابتننا ونجم نجوم النادي الاهلي ومدرب فريق النادي الاهلي 2003 كابتن شريف عبد الفضيل، واحد من اهم نجوم النادي الاهلي، كانت متواجده في جيل مميز جدا، حضرت مباريات كتيره ومباريات نجم وشفت ضغط كبير ومرينا بظروف كبيره جدا، لكن اجواء المباراه المره دي ليها ظروف مختلفه. كابتن شريف شايف المباراه ازاي؟ شايف الاجواء ازاي؟ والتحضير الكبير جدا شايفه ازاي بالنسبه للنادي الاهلي؟ اكيد طبعا يمكن المباراه دي بالذات ليها حسابات خاصه وليها، يبقى لازم يبقى ان احنا كلاعيبه نادي اهلي سابقين لينا دور مهم جدا مع اللعيبه كده. الحمد لله يمكن قلت لازم ابقى متواجد النهارده ادعم الفريق بشكل كويس، لان انا مريت كتير جدا بالاجواء ديت وعارف يعني ايه صعوبه المباراه دي وعارف الضغط العصبي والنفسي اللي هيبقى اللعيبه النهارده، فلازم كلنا نتكاتف، لان احنا المرحله دي مرحله تعتبر صعبه، لان انت بتتكلم سنه 2 3 النادي الاهلي لم يحقق البطولة، فده يعتبر يعني حاجة لم تحدث من قبل، يعني بقالها كتير جدا ما حصلتش. فأتمنى إن شاء الله النهاردة جايين نبقى مع اللعيبة ندعمهم بشكل كويس. الأجواء دي احنا مرينا بيها قبل كده، الماتش ده لازم يقدروا الموقف اللي احنا كلنا فيه. النادي الأهلي مش لعيبة بس، النادي الأهلي منظومة كاملة كبيرة. بطولة أفريقيا بالنسبة لنا حاجة كبيرة جدا، وده اللي احنا عشناه وده اللي احنا عارفينه. فأتمنى إن شاء الله إن اللعيبة وهم على قد المسؤولية بإذن الله، لأن هم بداية الموسم عاملين موسم روعة، عاملين أداء أكثر من رائع، معاهم مدير فني على أعلى مستوى، مجلس إدارة بيلبي لهم كل الطلبات المتاحة. متهيألي الأمور كلها بتنصب في مصلحة إن الفريق إن شاء الله ياخدوا خطوة جيدة جدا في البطولة إن شاء الله، وإن لازم نعدي الدور ده بأي شكل من الأشكال. مباراة غدا مباراة صعبة جدا، إحنا هقول إحنا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده، كان بإيدينا إن إحنا الأمور تبقى أحسن، بس طبعا كرة القدم أنا واحد من اللي عاصرت الأمور دي كلها. الاجواء في الملعب بتبقى مختلفه، ما نعرفش ايه الظروف، ما نعرفش ايه الاجواء، ما نعرفش ايه الملامسات اللي حوالين المباراه نفسها واثناء المباراه. فاتمنى ان شاء الله ان اللعيبه يبقى تتغاضى عن كل شيء، بكره تعتبر مباراه حياه او موت. في ماتشات بتبقى محتاجه تضحيات بقى وعوامل خارجه عن الموضوع خالص، ان انا اشيل كل حاجه من دماغي اركز بس في الماتش، اداء رجولي زي ما احنا متعودين من النادي الاهلي. الحمد لله يمكن بدايه الموسم احنا عاملين مباراه روعه، قمه في الروعه، اداء اكثر من رائع. يصادفنا سوء حظ بس كم الاصابات اللي حصل في الفتره اللي فاتت دي، يمكن اللي بدا المستوى الفني للفريق يتذبذب الى حد ما، بالذات في بطوله افريقيا، انما المستوى الفني في الدوري ماشي بشكل جيد جدا. فاتمنى ان شاء الله ان المباراه بكره اللي انا بعتبرها مصيريه في المجموعه ان شاء الله تحسم لصالحنا باذن الله. على ذكر الدعم يا كابتن شريف، يعني بنشوف الكابتن محمود الخطيب وتواجده الدائم وحضوره للتدريبات، دي رسائل مهمه جدا وبتحفز اللاعبين بشكل كبير، وانت كنت واحد من نجوم النادي الاهلي، الانطباع في الملعب يبقى ازاي؟ احاديث اللعيبه بتبقى ازاي ما بتشوف قيمه كبيره بحجم الكابتن محمود الخطيب كرئيس لمجلس الاداره وايضا كمان كاحد رموز النادي الاهلي؟ طبعا الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، يمكن انا قلت في بدايه كلامي بنشكر مجلس الاداره ان هو بيوفر كل الطلبات المتاحه. بالعكس الكابتن محمود الخطيب معودنا دايما ان هو دايما كان بيبقى متواجد في الماتشات المهمه، واي مواقف صعبه بتواجهنا بنلاقيه دايما موجود وحاضر، ودايما بتلاقيه في كل تمرينه متواجد. فده طبعا الكابتن محمود الخطيب راجل كان بروفيشنال في الكوره، راجل محترف، راجل لعيب كوره، فحاسس باللعيبه، حاسس بالضغط النفسي اللي عليهم. يمكن انا كنت بتكلم مع كذا لعيب امبارح قال لنا لا الكابتن محمود الخطيب وجوده اصلا بيشيل الضغط النفسي اللي على اللعيب، فدي حاجه تحسب لمجلس الاداره لما يبقى فيه القائد الموجود ورئيس النادي يبقى راجل اصلا هو كان لعيب كوره على اعلى مستوى، راجل عنده كل الخبرات في كره القدم وراجل اللي واخد احسن لعيب في افريقيا، فلما يبقى متواجد فده عارف يعني ايه قيمه ان هو لازم يبقى يكون موجود، لان لازم يبقى موجود رئيس النادي بيشيل الضغط من نفسي من على اللعيبه. لان بعض اللعيبه كلمتني امبارح قالوا لي يا شريف فعلا وجود الكابتن محمود الخطيب يعني خلانا نبقى اهدى شويه، لان احنا برضو خلي بالك اللعيبه عندها اكسكيوز كبير جدا لازم نعذرهم في حاجه خطر جدا. انت عمال تلعب كل المباريات في الدوري بدون جمهور، بتروح تلعب في افريقيا بره بجمهور، فاللعيبه تضغط وتلاقي عامل مع الفرق الثانيه اللي بتلعبها، اي فرقه اي خصم بتلعبه تلاقي معاه دعم معنوي اللي هو الجمهور، وحضرتك بتيجي تلعب كل المباريات بتاعتك هنا بدون جمهور، حتى لما بتيجي تلعب ماتش بيبقى معاك 3-4 آلاف مشجع، ده مش كافي ان يحرك الرغبه اللي جواك. دايما متعودين انا لما كنت بلعب، معلش يعني احنا الجمهور ده كان الواحد لما صوت الجمهور بسمعه بتموت نفسك، بموت نفسي ان الجمهور بيديني ده عوامل ودوافع كتيره جدا. فانا اتمنى ان شاء الله ان يبقى عدد الجماهير نحاول يبقى اكتر من كده،
يعني على الاقل في المباريات القادمه باذن الله، وعشان يبقى ان شاء الله يعني نحاول يبقى لينا دور احسن باذن الله. شكرا جزيلا كابتن. شكرا شكرا. كل الشكر والتقدير طبعا لكابتننا الكبير واحد من نجوم النادي الاهلي ومدرب فريق النادي الاهلي في قطاع الناشئين 2003 كابتن شريف عبد الفضيل. هي دي الرسائل اللي منتظره من كل نجوم النادي الاهلي، وزي ما اكدنا وقلنا الكل على قلب الرجل واحد من مباراه غايه في الاهميه، لكن الحاله اللي احنا شايفينها وثقتنا الكبيره في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني باذن الله كلنا نكون فرحانين بكره بنتيجه ايجابيه وبحضور جمهور، وكلمه السر ان شاء الله يا امير تكون غدا هي جمهور النادي الاهلي. عوده ليك زميلي امير.